أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما
إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ولكن جعلناه نورا نهدي به نشاء من عبادنا وإنك لتهدي
يهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم.